هذه وقفة احتجاجية لأن كان سبق عدة لقاءات مع في الوزارة وخصوصا مع الوزير، وكذلك عندنا لقاء مع في البرلمان. كاين واحد القانون، حنا نهار جينا حلينا جينا كل واحد منين جا، كاين اللي جا من كندا كاين اللي جا من فرنسا على اساس باش انفيستي في البلاد، جا خسر 4 مليون دولار 4 مليون 5 مليون دولار، بزاف ديال الفلوس تخسرات. في الاخير تفاجئنا بان القانون اللي كان ديور فاش حلينا حنا اللي هو القانون 52 اللي تيقول بان اي شعبه اكريديتي باغ ليطا راه عندها لا ريكونيسونس ديال الدوله، اكتشفنا في الاخير بان جابوا قانون اخر حطوه فوق هذاك القانون باش يمنعوا هاد لي زيليف اللي قراو عندنا باش ياخذوا لا ريكونيسونس. فهمتي؟ وحاليا كاع مؤخرا شنو داروا؟ خبروا السفارات الافريقيه بان الطلبه ديالكم اللي تيقراو في هاد لي زيكول اللي عندهم غير لاكريتاسيون راه الدوله ما تعترفش بهم، خصكم ترجعوهم لي زيكول اللي عندهم غوكوني. كيف يعقل انا ما تنعترفش بلا فورماسيون ديال هاد لي زيكول وناخذهم التروازيام اني ونديهم يتسجلوا في ليكول اللي غوكوني في الكاتريام اني يعني تنبني فوق منك ولكن ما نعطيكش انت لا ريكونيسونس. الحاجه الثانيه ما نعرف ان الاسباب اللي خلاتهم انه ياخذوا لي زيليف افريكان بالضبط، فهمتني؟ الحاجه اللي تتوشينا بزاف هي كيفاش نفس الاشخاص نفس المكتب ديال لانياك اللي تيجي يدير لنا حنا لا ريكونيسونس يدير لنا لاكريتاسيون هو نفس الاشخاص نفس المكتب اللي تيمشي يديرها في الجامعات ديال الدوله، وفي الجامعات ديالو حيت عطاهم لاكريتاسيون اوتوماتيكمون عندهم لا ريكونيسونس، يعني تيطبقوا القانون 52. علاش ما يطبقش مع لي زيليف ديالنا حنا؟ تيتخرج اليف مسكين ها هو قرا 5 سنين وفاش يخرج تيتفاجئ بان الدبلوم ديالو خصو يعني اكريديتي ولكن غير معترف به. جينا اليوم باش نشاركوا في هذه الوقفه الاحتجاجيه امام الوزاره العليا للتعليم العالي، والموضوع اللي تيهمنا اليوم هو انه هناك مجموعه من المدارس اللي عندها شعب هي معتمده ولكن ملي تيكملوا الطلبه الدراسات ديالهم تيتفاجئوا في الاخير ديال المسار ديالهم بانهم ما تيعطيوهمش الاهتمام كباقي المؤسسات. ولهذا كيف يعقل ان هناك المدرسه هي تحتوي على بعض الشعب اللي هي معترف بها وفي الاخير تقول لهم لا ما نعطيكمش ليكيفالونس؟ دونك حنا هنا من اجل تحقيق البوند 052 من مدونة التعليم، وكذلك تتقول لنا الوزاره الا بغيتوا لا ريكونيسونس او بيان الاعتراف يجب عليكم باش تلتزموا بعض الشروط. سبب الوقفه ديالنا هو مطالبه الوزاره بتطبيق قانون الارتيكل 51 دو لا لوا 100 اللي كجمعيه كنشوفوه هو مدخل لتاهيل القطاع اللي كيتكون من مجموعة من المدارس اللي كتعمل في واحد القطاع ذو الجودة، يعني لاكريديتاسيون دو نوفيليير سون في بار لانياك اللي هي نفس الاورغانيزم كي اكريديت لي ديبلوم ديتا، ودونك كنشوفوا حنا بان الدبلومات ديالنا المعتمدة خصها تكون ذو اعتراف ديال الدولة. وحنا مؤسسات كان مجموعة من المؤسسات في القطاع الخاص اللي كاين دي غران كونت ولا دي غران ستركتور اي دي بتيت ستركتور، وحنا لا ماجوريتي في الجمعية ديالنا دي بتيت اي مويان اونتربريز اللي هما القلب النابض ديال الاقتصاد المغربي اللي كتكون واحد الالاف ديال الطلبة وكتشغل واحد الالاف ديال الاطر، وكنطالبوا الوزارة بتأهيل القطاع بجميع المكونات ديالو.